هل لنا أن نستعرض هذه المراحل ووجهة نظرك أنت كقيادي في الانتقالي من هذه المراحل ومضامينها؟ الحديث العام وما طرح في بعض المحطات عن تفصيلة خارطة الطريق تحدثت عن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تتكون من 6 أشهر أو مدتها 6 أشهر، تحوي الملفات الإنسانية والاقتصادية، ومن أبرزها أنه تجديد الهدنة، وقف العمليات العسكرية، الوقف الدائم للعمليات العسكرية، والانتقال إلى فتح الطرقات وفتح مطار صنعاء إلى وجهات فتح الموانئ، فتح المطارات الجديدة، إخراج الأسرى الكل مقابل الكل، صرف الرواتب، وقد تكفلت، وأعتقد أنه هناك ليس في إعلان رسمي لكن الحديث عن وجود التزام سعودي كمبادرة سعودية من قبل المملكة العربية السعودية بدفع رواتب الموظفين، رواتب للمرحلة القادمة أو رواتب الماضية بأثر رجعي؟ لا، رواتب، هناك حديث عن رواتب 2014، رواتب بحسب بنود وظائف 2014 لمدة سنة كاملة، على أساس أنها تعطي مجال لليمنيين من أجل يتنفسوا الصعداء اقتصاديا يعني. أيوة، البنود المرحلة الأولى واضحة، تحويل الملفات الإنسانية والاقتصادية. الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي أيضا هناك حديث عن 6 أشهر تتخللها حوارات يمنية، ولعل إذا تجاوزت، أنا أقولها لك، قضايا الرئيسة في اليمن كقضية الجنوب، سيكون هناك مشكلة حقيقية تواجه عملية السلام. الناس قد يستعجلون في موضوع السلام، وهناك تكهنات كثيرة.